السلام عليكم، تنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو شامل، فيديو تيشمل 4 دروس او 5 تقريبا. يعني الا تفرجتوا في الفيديو ركزتوا فيه وخديتوا بعض الخلاصه منه، فتنظن انكم غتكونوا ضابطين هاد الدروس وهما مشروحين بشكل جيد وباللغه العربيه. ان شاء الله تستافدوا، وما تنسونيش بالاشتراكات ديالكم والتعاليق ديالكم وشكرا. اول درس عندنا اليوم هو درس لي برونون personnel de conjugaison. Les pronoms personnels de conjugaison. Je retiens, c'est la qaïda, ou khulasa. Après, je vais vous des exemples, ou je vais vous dire, en arabe ou en français. Adna, les pronoms personnels, je, tu, nous, vous, sont des pronoms personnels. Adna, les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, ils désignent les personnes qui dialoguent. Elle, elle, elle sont aussi des pronoms personnels. Et là, je, tu, nous, vous, pronoms personnels. Ou je, tu, nous, vous, le dialogue, elle, elle ou elle, c'est des personnes, ils désignent des personnes dont on parle. Je ou tu ou nous ou vous, هادو حنا بحال تنهضروا بصفه ديالنا حنا. Il, elle, حنا تنهضروا على شي حاجه اللي غائبه. On les présente dans ces ordres pour conjuguer un verbe. باش نصرفوا واحد لو فيرب تنديروهم في هاد الترتيب هذا. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Elle avec S, bien sûr. هنا عندنا تنقسموهم على جوج، تنقسمو هاد لي برونون دو بيرسونيل تنقسمو لجوج، جوج ديال الاقسام. عندنا لي سانغولي و لو بلوريال. سانغولي هما جو، انا، تي، انت، ال، هو. هذا لي برونون بيرسونيل دو سانغولي، سيتادير ان اون سول بيرسون، شخص واحد، ماشي مجموعه ديال الاشخاص، يعني شخص واحد. بلوريال في بليزيور بيرسون، بلوريال في بليزيور بيرسون. Nous, vous, elle. Nous, nahnu, nahnu. Vous, entum, elle, hum. C'est-à-dire plusieurs personnes. N'aoud likoum. Tien qasm, on a les pronoms personnels, tien qasm, le juge aqsam. Qism, le mufrad, wa qism, le jama. Le mufrad, fi je, tu, elle, ou le jama, fi nous, vous, elle. Haqlu alayoum, huma hadouchk, ou bsatin, bzef, bzef. Par exemple, je regarde un film drôle. Je regarde un film drôle. Le pronom personnel est je. Je. Ana. Ana ou shahidu filmen. Je. La deuxième phrase, tu jouais dans la piscine. Le pronom personnel est tu. Enta. تلعب في المسبح. Il ne range jamais sa chambre. هو ما كيجمعش لا شومبر ديالو. هاد لي 3 je, tu, elle, ce sont singuliers مفرد. Ce sont des singuliers مفرد. Les exemples تانيين. Nous choisissons une pomme. Nous choisissons une pomme. Nous نحن اخترنا تفاحة. Vous arrivez difficilement à les relire. Vous avez difficilement à les relire. Vous, entum. La troisième phrase, c'est elles écrivent très mal. Hum, yaktubouna bishakl sayyi. Hiya, hum, elles. Ou had les trois nous, vous, elles. Du pluriel, du pronom personnel du pluriel. Jamais. N'aoudoum l'oul ka khulasa. Les pronoms personnels, anna, tien qasmo, juge djel aqsem. Le qasm l'awel, huwa le singulier, ou le qasm tani, huwa le pluriel. Le qasm l'awel, le singulier, adna fi jo, tu, elle. Ou le qasm tani, li huwa pluriel, yani plusieurs personnes. Nous, nahnu, vous, entum, elle, hum.
وتنتمنى ان الدرس يكون مفهوم وتكونوا فهمتوه جيدا. المهم غادي تركزوا على جو تو ال نو فو ال، تعرفوا السينغولي ديالو اللي هما جو تو ال، وتعرفوا لو بلوريال ديالو اللي هما نو فو ال. تعرفوا جو هي انا، تو هو انت، ال هو هو، ونو هي نحن، فو انتم، ال هم. هاد التفاصيل واخا بسيطه ضروري خاصك تكون تميزهم، تكون تعرفهم بالعربيه والفرنسي باش ما توحش فيهم. فاش تبغي دير شي جمله ما تلقاش شي اشكال فيهم. دابا غندوزو للدرس الثاني، وتنتمنى انكم تشدوا هاد الدرس الاول، تعاودوا لا فيديو، كاينين بزاف ديال الطرق. الدرس ديالنا الثاني هو الدرس ديالنا الثاني كما تتشاهدوا هو لي زارتيكل، هما جوج ديال الدروس ولكن جمعتهم لكم انا في درس واحد. لي زارتيكل ديفيني اي لي زارتيكل انديفيني، لي زارتيكل ديال المعرفه ولي زارتيكل ديال شي حاجه اللي غير معروفه. نقراو جوغوتيان هي الاولى الخلاصه ونشرحوها ابري ندوزو لي زيكزامبل. لي بوتي مو كي سون بلاسي جوست افون لو نون سون دي تيرمينون. لو بومبي ريغارد لي فونيتر دو ليموبل. هما دوك الكلمات الصغار اللي تنحطوهم سو سون كي بلاسي جوست افون لو نون، تيكونوا قبل من لو نون، وهما اللي تنسميوهم دي ديتيرمينون، تيحدوا لينا الجنس ديال هذاك الاسم، واش مذكر او مؤنث. هادو هما لي زارتيكل ديفيني. باغ اكزومبل لو بومبيي روغارد لي فونيتر. لو لو ارتيكل ديفيني تيحدد لينا لو بومبيي، دونك لو بومبيي لو مذكر، دونك لو بومبيي تنحدو الجنس ديالها بهذه الطريقه بلو، راه ارتيكل ديفيني ميزات لينا اشنو لو بومبيي. ال سو دون ال دون دي بريسيزيون سور لو نون، كما قلت لكم تتعطينا دي بريسيزيون سور لو نون اشنو، واش ماسكولا ولا فيمينا ولا بلوريال ولا سينغولي. باغ اكزومبل لو بومبيي، لو بومبيي كما قلنا لو فهو ماسكولان. لي فونيتر لي تنستعملوها، لي تنستعملوها لي بلوريال. لي موبل ال ابوستروف سينغولي. parmi les déterminants il y a من بين لي ديتيرمينون اللي كاينين، كاين عندنا لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل انديفيني. كاين عندنا لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل انديفيني. لي زارتيكل ديفيني هما لو لا ال ابوستروف ولي، وهما ادوات التعريف. لي زارتيكل ان ديفيني هما الادوات النكره، ان اون دي، ان اون دي. القاعده اش تقول؟ لي زارتيكل ديفيني هما سو سون لا لو لا ال ابوستروف ولي. نعاود لكم لي زارتيكل ديفيني هما لو لا ال ابوستروف ولي، وغنعرفوا كل وحده فين تتستعمل. ركزوا معايا مزيان، فهادو مهمين بزاف بزاف، هاد الدرس راه مهم بزاف بزاف. لا باغ اكزومبل لا طونت لا مير، لا فهي للمؤنث دونك تتكون عندنا او في الاخر. لا طونت لا مير او الام، تاتي قبل الاسم المفرد المؤنث. هاد لا تنستعملوها تتكون قبل من الاسم المفرد المؤنث، مفرد مؤنث اللي تيكون مبدوء بحرف ساكن. ما يمكنش نديرو لا ونديرو واحد الاسم مؤنث اللي تيبدا بدي فوايل، لي فوايل اللي هما ا او 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 او، ما يمكنش نديرو دو فوايل حدا بعضياتهم. لهذا في هذه الحاله تنستعملو ال ابوستروف. نرجعوا ليها من بعد، نعاود لكم لا. لا تستعمل المؤنث، تستعمل للاسم المفرد المؤنث، الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف ساكن. باغ اكزومبل لا طونت، لا طونت تي فهي حرف ساكن، لا مير ام فهي حرف ساكن، فهمتي. ثانيه وهي لو، لو كوبان لو بروفيسور، تاتي قبل الاسم المفرد ولكن المذكر المبدوء بحرف ساكن، ماشي المؤنث. تاتي قبل الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن. لو كوبين لو بروفيسور. ال ابوستروف
تأتي قبل الاسم المفرد المذكر أو المؤنث. هاد الأبوستروف كما كان، واش مذكر أو مؤنث، لهذا ما تنحدوش بها الجنس ديال الفعل، حيتاش هي تتكون فيهم بجوج. المبدوء بحرف متحرك أو أش، بحال مثلا عندنا لي فواير كما قلت لكم فلا، كان عندنا واحد الاسم مؤنث ولكن تيبدا لنا بحرف متحرك بأه ولا بأ، بحال مثلا ليليف، ما يمكنش نديرو لو إليف، تنحيدو الأو تنديرو إل أبوستخوف ليليف. لامي لامي. دابا عندنا لي، لارتيكل ديفيني لي، للجمع بنوعيه، تأتي قبل الاسم الجمع بنوعيه مذكر أو مؤنث. لي تنستعملوها للمذكر أو المؤنث بنوعيه، وهي تتعني لنا الجمع ديالهم. لي زارتيكل، دابا غندوزو للقسم الثاني وهو لي زارتيكل انديفيني. لي زارتيكل انديفيني، لي زارتيكل انديفيني هما لي زارتيكل غير معرف، تنستعملوهم شي حاجه ما معروفاش. عندنا ان اون ودي. ان غارسون هي اداه التنكير ان، تستخدم للدلاله على اسم مذكر غير، استسمح، لي زارتيكل ان ديفيني فيهم ان وان ودي. اداه التنكير ان تستخدم للدلاله على اسم مذكر غير معروف. ان تنستعملوها للمذكر في بلاصه لو المذكر، ولكن ما معروفش، ماشي شي حد اللي محددين وعارفينه، بحال مثلا لو قلنا لو بروفيسور، يعني هذاك الاستاذ عارفين شكون هو. اما لا قلنا ان بروفيسور، هي واحد الاستاذ غير محدد، لهذا تنسميوها لي زارتيكل ان ديفيني، يعني غير معرفه ما معروفاش. داكو، غنمشيو لاداه التنكير اون، تستخدم للدلاله على المؤنث غير المعروف. اون تنستعملوها في بلاصه لا، فاش تكون عندنا شي حاجه ما معروفاش، ما محددينش شنو هي وهي مؤنث، تنستعملوا لها اون، بحال باغ اكزومبل اون ميتريس. الا كانت في لارتيكل ديفيني فيها لا لا ميتريس، الا بغينا نديروها ان ديفيني ما نديروش لا لا ميتريس، نديرو اون ميتريس، استاذه ما، يعني غير معرفه او غير معروفه. هذا لارتيكل ان ديفيني اون. عندنا اداه التنكير دي، تنسميوها اداه التنكير دي، هي جمع اداتي التنكير ان اون، وتستخدم للدلاله على اسم مذكر او مؤنث في صيغه الجمع. مثال دي تستخدم الان اون، الجمع ديالهم بجوج، المذكر او المؤنث. باغ اكزومبل دي زونفون، دي فام، دي طرافو، دي زونفون فهو جمع، دي فام، ولكن هادو جمع ولكن نكرة، ماشي شي حاجة معروفة. أطفال ما، ماشي لي زونفون، هادوك الأطفال بالضبط، هنايا دي زونفون هما واحد الأطفال. لي فام ماشي هي دي فام، لي فام هما النساء محددين، أما هادي دي فام فهما واحد النساء ما عرفناش شكون هما. لي طرافو فهي الأعمال محددة، ولكن دي طرافو فهي نكرة، أعمال واحد الأعمال ما محدينهاش. تنتمنى أن الدرس يكون مفهوم، هذا الدرس ديال لي زارتيكل ديفيني و ان ديفيني، فهو مهم بزاف بزاف. نعاود لكم خلاصة لهذا الدرس الثاني، ان ريزومي باش يكون مضبوط جيدا. عندنا لي زارتيكل ديفيني، غنقسمهم لكم لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل ان ديفيني. لي زارتيكل ديفيني هما اللي تنبغيو نحدو بهم شي حاجه اللي معروفه عارفينها محدينها، فيهم لا اولو اولي و ال ابوستروف. لو للمذكر، مفرد المذكر، لا للمفرد المؤنث اللي تيبداو بواحد الحرف ساكن، ال ابوستروف للمذكر والمؤنث اللي تيبداو بحرف متحرك او اش. لي للجمع بنوعيه، للجمع ديال المذكر وللجمع ديال المؤنث. هادو دي زارتيكل ديفيني تنستعملوهم في شي حاجه اللي معروفه محدينها عارفينها. لي زارتيكل ان ديفيني عندنا ان واون ودي. هاد لي زارتيكل ديفيني تنستعملوهم شي حاجه ما معروفاش، ما محدينهاش بالضبط. ان تنستعملوها للمفرد المذكر غير معروف، اون تنستعملوها للمؤنث المفرد غير المعروف، ودي تنستعملوها للجمع بنوعيه ديال ان واون، يعني المؤنث والمذكر. تنتمنى هاد الدرس يكون مفهوم حتى هو. غندوزو للدرس الثالث ان شاء الله، الدرس الثالث هو غيكون بسيط ومفهوم، وان شاء الله الا ما فهمتوش شي درس في هادو فانا ان شاء الله من بعد غادي نعاود نديرهم بيان ديطاي، ندير كل درس فيديو بوحديتو. تنتمنى انكم تنتبهوا معايا مزيان في هاد الدروس، وانا قررت انني نجمعهم في فيديو واحد
جاتني احسن. الى بال لكم بان من الافضل انهم يكون كل درس فيديو، فاكتبوها لي في التعاليق وانا ما غنبخلش عليكم ان شاء الله. الدرس ديالنا الثالث هو درنا لي برونون بيرسونيل ودرنا لي زارتيكل ديفيني كما كتشاهدوا. دابا غنديروا الدرس ديال لا فراز ديكلاراتيف الى فراز انتيروغاتيف. انا اختاريت لكم دروس مهمين بزاف بزاف الا ركزتوا معايا، فهما الصراحه هما الاساس ديال لا غرامير في الفرنسي، ولا غرامير في الفرنسي راه مهم بزاف بزاف. راه ما يمكنش لينا نديرو جمله صحيحه وحنا ما تنعرفوش نديرو لا غرامير باش تكون مفهومه هذه القضيه. راه ما يمكنش شي واحد يعطينا جمله صحيحه هو ما عارفش شنو هو لو برونون بيرسونيل ديال سينغولي ولا ديال بلوريال، ما عارفش شنو الارتيكل ديفيني ولا ارتيكل انديفيني، ما عارفش امتى يطرح سؤال امتى يجاوب بجواب. فهمتي؟ يعني راه لا غرامير ضروري، لا غرامير ولا كونجوغيزون هما الاساس ديال الفرنسي. الا ما كنتيش شادهم راه ما غاديش شد. واخا تقول لي تنعرف ندير لا كومونيكاسيون، لا كومونيكاسيون اه تقدر تكومونيكي مع انسان تهضر معاه يعني، ولكن الا جيتي للصح وجيتي باغا تكتب جمله ما غاديش تكتب جمله صحيحه ومفيده، ضروري من الاخطاء. لهذا الله يرحم الوالدين ركزوا في هاد الدروس والله الا راه مزيانين. دابا غنمشيو كما قلنا للدرس الثالث اللي هو لا فراز ديكلاراتيف اي لا فراز انتيروغاتيف. لا فراز ديكلاراتيف راه باينه، ديكلاري ديكلاراتيف هي جمله اخباريه غتنخبر بها، اما لا فراز انتيروغاتيف هي لا فراز تيكون فيها لانتيغوغاسيون، يعني جمله استفهاميه تنستفهموا تنطرحوا سؤال. وباينه راه حنا عارفين كاملين ان الجمله الاستفهاميه تتسالي بعلامه استفهام. نقراو جوغوتيان نشرحوها ابخي دي زيكزومبل. نبداو على بركه الله جوغوتيان. اون في فراز انتيروغاتيف بور دوموندي اون رونسينمون. لا فراز انتيروغاتيف تنديروها ملي تنبغيو دوموندي ان رونسينمون، يعني بغينا نطلبوا واحد المعلومه، حنا غنطلبوا معلومه غنسولوا على شي حاجه باش نعرفوا معلومه. كومبارتو كومون فاتي على ليكول، بوركوا فاتي ا بارسيلون. هادو كلهم دي فراز انتيروغاتيف تيساليو بعلامه استفهام وتيكون النبره ديالنا شويه طالعه. اون فراز انتيروغاتيف فيني توجور باغ ان بوين دانتيروغاسيون. اون فراز انتيروغاتيف تتسالي دائما بان بوين دانتيروغاسيون. اون في اون فراز ديكلاراتيف بور دوني ان رونسينمون. ولا لا فراز ديكلاراتيف تنديروها باش نعطيو حنا واحد المعلومه ماشي تنطلبوها تنعطيوها. جو في جينو جو بارل دوما جو فواياج اون افيون جو في اون فاكونس شي مون كوزان. كلهم عطيت دي معلومات، عطيت دي زانفورماسيون، فهمتي؟ كلهم عطيت فيهم معلومات تيساليو بنقطه ماشي علامه استفهام. لي فراز انتيروغاتيف في ديكلاراتيف بوتيتر بوفتيتر au passé au présent ou au futur. يمكن لينا نصرفوهم في لو باسي لو بريزون او لو فيتور. باغ اكزومبل كوا تي بيش سو غروس بواسون جو لي بيش ا جيربا لو باسي. او بيش تو ان سو مومون جو بيش ا جيربا او بريزون. او بيشرا تو سيت ايتي جو بيشري ا جيربا le futur. يعني تنصرفو في كاع لي طون اللي بغينا، لو باسي لو بريزون و لو فيتور. لي دو فراز، لا فراز انتيروغاتيف و ديكلاراتيف. لي فراز ديكلاراتيف و انتيروغاتيف بوف تيتر افيرماتيف و نيجاتيف. يمكن ليها تكون افيرماتيف يمكن ليها تكون نيجاتيف. نيجاتيف يعني فيها النف فيها نو بو. قلنا على ديزولي مازال ما حطيتش هاد لا فيديو فيه النفي مشروح مزيان وادوات اللي تنستعملوهم في النفي. يعني الدرس ديال لا فراز افيرماتيف ونيجاتيف ان شاء الله غتلقاوه في فيديو قادم ان شاء الله. جو فيان تو فيان سؤال قلنا لي تو فيان نو جي دو ما مير بوكو ايل ني با لا ايل اي مالاد. لا بروميير افيرماتيف ولكن بوكو ايل ني با لا ني با فهي نيجاتيف il est malade. انا نعطيكم هنا واحد الشرح بسيط. الجمله الاخباريه
هي لا فراز ديكلاراتيف الخبريه او الاخباريه. Il se termine par un point. دائما الجمله لا فراز ديكلاراتيف دائما تتسالي الناب ان بوان. تستعمل لقولي او سري او اخباري معلومات تنتهي بنقطه. تستعملوها باش نسردو او لقول او لاخبار واحد المعلومه. بور دوني ان رونسينيومون. هذه الجمله الاخباريه او لا فراز ديكلاراتيف. نعاودها معكم. لا فراز ديكلاراتيف تنستعملوها باش نقولوا واحد المعلومه، تنعطيوها حنا دوني بور دوني ان رونسينيومون، باش نعطيو يا اما نسردو او نقولوا او نخبروا بواحد المعلومه. باغ اكزومبل جو سوي اون طران دو بريباري طون غاتو بريفيري. انا الان تنصايب لك واحد لو غاتو ديالكم المفضل. الى بلوتو لا نوي. هادو بجوج جمل اخباريه تتعطينا واحد المعلومه. دابا غندوزو للجمله الاستفهاميه لا فراز انتيروغاتيف. لا فراز انتيروغاتيف تستخدم لطرح سؤال وتنتهي. تستخدم لطرح سؤال وتنتهي. الا ماما كتزيله وتنتهي بعلامة استفهام. tu es malade كما تشاهدوا عندنا هنايا علامة استفهام. استسمح نعود لكم. الجملة الاستفهامية لا فراز انتيروغاتيف تتسالي بعلامة استفهام tu es malade، وتنستخدموها باش نطرحوا واحد السؤال باش نحصلوا على واحد المعلومه. بغينا واحد المعلومه تنطرحوا سؤال باش نحصلوا عليها. اتي ام ما نوفيل فواتور، واش عجبتك السياره ديالي الجديده؟ اي تنستعملوا فيها. اما لا فراز ديكلاراتيف ان بوين دابا راه باينه. غتشوف علامه استفهام غتقول اون فراز انتيروغاتيف. ما كاينش عندها شي سميه اخرى من غير هذا الاسم. بانت لك علامه استفهام راه ان فراز انتيروغاتيف. مازال فاش تكون بوان كاينين حالات اخرين. نتمنى ان الدرس يكون مفهوم. لا فراز ديكلاراتيف تنعطيو بها معلومه، ولا فراز انتيروغاتيف تنطلبوا معلومه وتنستعملوا فيها علامه استفهام. اما لا فراز ديكلاراتيف تتكون فيها ان بوان في الاخر. نتمنى ان الدرس يكون مفهوم، وصراحه راه مفهوم. انا حاولت انني ما نديرش لكم ربعه ديال لي تيب، راه كاينين لي تيب دو فراز كاينين ربعه. درت لكم عي جوج ومن بعد غندير لكم جوج اخرين باش تشدوا. هادو هما الاولين خاصهم خاصك تشدهم مزيان عاد باش تدخل عليهم جوج اخرين باش داكشي يكون دماغك يشدهم مزيان. اما الا درناهم بربعه ما غاديش تشدهم كاملين. دابا غندوزو للدرس ديالنا اللي درس تنظن هذا الدرس الرابع. الدرس الاول الدرس الثاني هذا الدرس الرابع. الدرس الرابع اللي هو لو ماسكولين اي لو فيمينين. لو ماسكولين لو ماسكولين ديال واحد اطون اطون لو ماسكولين اي لو فيمينين هكا طابليت. لو ماسكولين اي لو فيمينين استسمح على الازعاج ديال البنيه باقا صغيره شويه. tu les noms sont masculins ou féminins. كاع الاسماء يا اما تيكونوا ماسكولين او فيمينين. لي بيرسون لي انيمو مي اوسي لي اوبجي سواء كانوا دي بيرسون اشخاص او لا، دي زانيمو حيوانات او لا دي زوبجي. لي بلانيت اون دي كيل اون ان جونغ. ان جونغ لو جونغ هو واش ماسكولين ولا فيمينه يعني الجنس ديالها. نو نو ماما نو ماما سيتو بلي سيتو بلي حبيبه ماما لا. اون ريكوني لو جونغ دو نون او بوتيت مو بلاسي. On reconnaît le genre d'un nom ou petit mot placé devant lui. تنعرفوا لو جون يعني الجنس ديال هذاك الاسم من واحد الكلمه petit mot تكون بلاسي devant lui تكون قبل منه اللي هما كما قلنا لي زارتيكل ديفيني ولا لي زارتيكل انديفيني. باغ اكزومبل هنايا ملي تنشوفوا ان ولا لو فهي عندنا كما قلنا تتعني مذكر. لو نون اي ماسكولين. لو بالون ان اربر. قلنا لو فهي ديال لي ديفيني و ان فهي ديال ان ديفيني. لو تنستعملو شي حاجه اللي معروفه و ان تنستعملو شي حاجه غير معروفه. هما بجوج تيدلونا على ماسكولين. الا لقيناهم قدام اي كلمه اي اسم تنقولو بانه ماسكولين. لو بالون دونك لو بالون ماسكولين. ان اربر ماسكولين. اون و لا عندنا اون و لا. اون و لا لو نون اي فيمينا. لسنا لا و اون تنقولو بان هداك لو نون راه فيمينا.
La chaise. La chaise مؤنث. Une baleine مؤنث. On peut deviner, deviner le genre du nom de personne. Le grand-mère, le policier. On ne peut pas deviner, deviner le genre des choses. Il faut les apprendre par cœur. Les choses, ça n'a pas de nom, mais... استسمح لو فيمينا دابا غنعطيكم واحد الخلاصه. هاد الخلاصه مشروحه احسن. لو فيمينا سو فورم اون جينيرال بار لاجوت دان او. اون جينيرال لو فيمينا تلقاو فيها او. ان نون سينون اون نون سينونت. Ah, et comme vous voyez, il y a un. Parfois, le nom masculin se transforme complètement au féminin. Parfois, si on veut changer un nom féminin, on veut changer le masculin, on veut changer le féminin, ça change complètement. Par exemple, le con, le mouannath dialo ou la troui, le khinzir. Le mouannath dialo, ça change complètement. La troui. Elle n'est pas le masculin. Lorsque le masculin d'un nom se termine par un E, fait que nous avons le masculin, c'est le E. Nous savons que le féminin, c'est le E. Mais si nous avons le masculin, c'est le E. Seuls les articles... C'est la même. Nous avons fait le coup là. Lorsque le masculin d'un nom se termine par un E, mais ça ne c'est pas le masculin si c'est l'inna pas le E. Seul l'article un, une, le, la permettent d'identifier le genre. Le genre. Yani, si on a un nom si c'est l'inna E ou aslan masculin, ça ne peut pas savoir le genre dialo illa l'article défini ou bien indéfini. Par exemple, هنايا un élève راه مسالي ب او و اون ايليف مسالي حتى هي ب او. فلا كانت عندنا ايليف باغ اكزومبل بحال هكا عندنا ايليف ما غاديش نعرفوها واش مذكر ولا مؤنث لانهم بجوج بحال بحال الا اذا كان عندنا لارتيكل ديفيني. دابا غنحدو اون الا كانت عندنا اون راه مؤنث ولا كانت عندنا ان راه مذكر. لهذا قلت لكم ان الا كان عندنا واحد لو نون تيسالي ب او في لي دو كا ما تنحتاجو ضروري لارتيكل ديفيني او بيان انديفيني باش نحدو واش مؤنث ولا مذكر. لا تيرمينيزون دو نون ماسكولان اي بارفوا موديفيي او فيمينان. لا بعض المرات النهايه ديال هذاك لو نون اللي في لو ماسكولان ما تنبغيو نرجعوه فيمينان تيتبدل. باغ اكزومبل ان انستيتيوتور. Un instituteur. La bonne nouvelle, c'est masculin, c'est une institutrice. Est-ce que c'est un voleur. Une voleuse. La lâche. Floula, la heure. Ris. C'est la déterminisation dialogue. Kemel. Voleur. R. Voleuse. نعاودوها ب اس او. ان برنس اون برينسيس. يعني راه ماشي كاع الحالات لا بغينا نحولو من لو ماسكولين للفيمينات نزيدو او وصافي. لا كاين عندنا حالات بزاف اخرين. عطيتكم انا باغ اكزومبل عهد لي زيكزومبل بثلاثه اللي تنغيرو اوغ تتولي ريس و ار تتولي اس او و سي او تتولي او دو اس او. نتمنى ان هاد الدرس هو يكون مفهوم. نعاود نعطيكم خلاصه عليه. عندنا لو ماسكولان اي لو فيمينان. لو ماسكولان هو المؤنث. لو فيمينان هو المذكر. لو فيمينان هو المؤنث. لو ماسكولان تنحدوه انه لو فيمينان تيكون فيه او في الاخر. لو ماسكولان لا. ولكن الا كانوا عندنا بجوج تنحدوه بلارتيكل ديفيني او بيان انديفيني اللي هما ان اون او لو او لا. هما اللي تيحدوا لنا هذيك لو نون واش ماسكولان او بيان فيمينان. قلنا بان ماشي دائما لو بغينا نحولو من لو ماسكولين لو فيمينا تنزيدو غير الاو
وصافي. كاينين عندنا باغ اكزومبل بارفوا دي نو ماسكولين مثل نحولوهم لو نو فيمينه تنغيروا لي تيرمينيزون كامل ديالو. باغ اكزومبل قلنا انستيتور تتولي انستيتريس، وفولور قلنا تتولي فولوز، برينسيس تتولي برينس تتولي برينسيس. وان شاء الله غادي نعطيكم واحد لا ليست فيها اغلبيه اللي تيكونوا، هما ماشي بزاف، اغلبيه تنستعملوا اي او، ولكن فاش يكونوا عندنا تنحفظوا هاد الكلمات هادو تنحفظوهم، ومن بعد راه تنستعملوهم بطريقه سهله وسلسه. نتمنى ان هاد الدرس هو تكونوا شديتوه مزيان. ندوزو دابا للدرس، ما عقلتش شحال الرقم ديالو، 1 2 3 4. ندوزو للدرس الخامس دابا، الدرس الخامس. الدرس الخامس هو لو سانغولي و لو بلوريال. لو سانغولي و لو بلوريال المفرد والجمع. لورسك ان نون ديزين ان سول بيرسون، ملي تيكون واحد لو نون تيعني لنا ان سول بيرسون، او بيان ان سول انيمال شخص او حيوان، او بيان اون سول شوز او لا شيء واحد، الي او سانغولي في هذه الحاله تنقولوا عليه انه او سانغولي، تيعني لنا شخص واحد تنقولوا انه سانغولي. ان غارسون، ان انفون، اون شيفر باغ اكزومبل. هنايا غنعطيكم من بعد غنعطيكم اكزومبل، هنايا نعطيكم دي زيكزومبل. هنايا ان غارسون، باش عرفنا ان غارسون انه سانغولي؟ تو سامبلومون قلنا ان ان و اون و لو و لا هادو سو سون دي زارتيكل ديفيني اي انديفيني ديال لو سانغولي ديال المفرد. صافي، فاش نشوفو ان او بيان ان ديال المفرد المذكر، اون المفرد المؤنث، لو المفرد المذكر، لا المفرد المؤنث، هاد الربعه تيعنيو لينا المفرد، و ال ابوستروف نسيتها، ال ابوستروف هادو كاملين تيعنيو لنا المفرد. لورسك ان نون ديزين بليزيوغ بيرسون او شوز الي او بلوريال، منين واحد لو نون ديزين تيعني لنا بزاف ديال الاشياء او الاشخاص تنقولوا انه او بلوريال. دي غارسون، دي زونفون، دي شيفر. ممكن نحددها لكم عاوتاني بطريقه بسيطه، لي ودي، لي ودي فهما تيعني لنا جمع، فاش نشوفوهم تنقولوا راه جمع، والجمع تيكون تيسالي لنا باس في الاخر، المفرد ما تيساليش باس، الجمع تيكون تيسالي لنا باس. لا لاحظتوا هنايا غارسون، دي غارسون، دي زونفون، دي شيفر، كلهم تيساليو باس. اليكري، لو نون او بلوريال سو تيرمين لو بلو سوفون بار ان اس. ها هي قالوا لنا هنا، قال لك دائما واغلب الاحيان ان لو نون او بلوريال تيسالي لنا بواحد الاس، اما سانغولي ما تيساليش باس. و parfois par un x او لا بعض الاحيان تيسالي لنا باكس، بحال في شاطو، باطو، غاطو، هادو كلهم تيسالي لنا باكس. وعندنا حالات اخرين خاصين هادوك من بعد تعرفوهم، ما تحتاجوش تعرفوهم دابا. دابا حاجه واحده اللي تعرفوها ان في لو سانغولي، سانغولي ما تيساليش لنا باس، وتيكون يا اما سابقو ان ولا اون ولا ال ابوستروف ولا لو لا لا، هذا تيتسمى سانغولي مفرد، تيوصف لنا واحد une seule personne ou la une seule chose ou la un seul animal، يعني حاجه وحده تنقولوا عليه سانغولي. وفاش يكون تيوصف لنا بليزيوغ بيرسون او شوز بزاف، يعني تيهضر على واحد المجموعه، تنقولوا او بلوريال. في لو بلوريال تكون عندنا لي ودي، تنشوفوا هاد لي ودي واس في الاخر تنعرفوا انه جمع. نتمنى انني نكون شرحت هذا الدرس مزيان، فهو بسيط وسريع، هذا الدرس ما يحتاج وقت بزاف باش تشدو. ندوزو للدرس الثاني، هو ريبيري لو فيرب، ريبيري لو فيرب دون لا فراز، كيفاش تنحدو لو فيرب فواحد الجمله. لو فيرب اي تان مو كي اكسبريم اون اكسيون، باغ اكزومبل اريف. لو فيرب هو واحد الكلمه اللي تتعني لنا تتبين لنا ان اكسيون، تتبين لنا واحد الفعل درناه، واحد الحركه درناها. باغ اكزومبل جو مونج، جو بارل، جيكوت، جاريف، جو بريبار، هادو كلهم سو سون دي فيرب،
تيبينو اننا تنديرو شي حاجه اون فا فير اون اكسيون لو فيرب شونج دو فورم سولون ليبوك الفيرب تيبدل لينا لا فورم ديالو على حساب ليبوك يعني واش لو باسي ولا لو بريزون ولا لو فيتور اون سولون كي في لاكسيون او لا شكون اللي دار هذاك الفعل باغ اكزومبل واش جو لا تي ولا نو ولا فو ولا ال هادو هما الحوايج بجوج اللي تيتبدل لينا فيهم لو فيرب تيتبدل على حساب لي برونون بيرسونيل اللي قلنا هما جو تو ال نو فو ال او لا تيتبدل لينا سولون ليبوك واش لو باسي او بيان لو بريزون او بيان لو فيتور اون دي كيل سو كونجوغي au passé ou bien au présent ou bien au futur ou d'ailleurs le verbe qui joue ou est tani mais le بعد qui كون عندنا واحد le sujet ou qui كون après le verbe نتمنى انكم تكونوا دابا حددت تكون سهله عليكم انكم تحددوا le verbe فواحد الجمله بحال مثلا je mange une pomme je mange une pomme Je, ouah, le pronom personnel. Mange, ouah, le verbe. Pronom personnel, c'est un gros lit à obtenir ce jus. Ouhnaya, verbe. Une pomme, complément. Le verbe, c'est juste, ouah, tani. Le martabe, tani, et d'aïmen. Il lève, bah, le verbe, c'est un gros, 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 le pronom personnel ديالو تنتمنى ان هذا الدرس هو يكون مفهوم نعود لكم بخلاصة لو فيرب هو اللي تيعني لنا اننا تنديرو اون اكسيون تنديرو شي حاجه تنتحركو شي حاجه شي حركه شي فعل وهو اللي تيتصرف اصلا لو فيرب تيبدل الشكل ديالو شونج لا فورم ديالو على حساب ليبوك وعلى حساب كيف في لاكسيون ليبوك يعني تيتبدل على حساب واش صرفناه في لو باسي ولا في لو بريزون ولا في لو فيتور وهذه تنحدوها من خلال بزاف ديال الكلمات اللي تيعنيو لينا واش تنعرفوا منهم فاش غادي نصرفوا بحال باغ اكزومبل دومان ولا مانتونون ولا اوجوردي هادو هما تيحدوا لنا ليبوك و بيان تيتبدل سولون كي في لاكسيون شكون اللي تيدير هذاك الفعل واش جو و جو ولا تو ولا نو ولا فو ولا ال لي برونون بيرسونيل اللي سبق لينا ودرناهم في الاول ديال هاد لا فيديوهات دابا غندوزو للدرس ديالنا الاخر مابقيتش نحسب حيت ما بقيتش نعقل على فين وصلنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف تنظن هاد الدرس غادي نوخروه لانه محتاج بزاف ديال الوقت غادي يطول معانا نوخر هاد الدرس الدرس اللي غنديرو دابا هو لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف ماسكولون او بيان فيمينا الدرس مرتبط بالدرس الاخر Les adjectifs qualificatifs s'accordent avec les noms. Si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif est au féminin. Par exemple, garçon. Garçon, c'est un nom masculin. Garçon, c'est au masculin. Il a pris l'adjectif qualificatif d'yel. Par exemple, petit. Garçon, petit. Kounken. مؤنث غنقولو غارسون ماشي كون كان في بحال باغ اكزومبل كانت في ما غاديش نديرو بوتي غنديرو بوتيت او ما عاطينها لينا اصلا في المثال ولكن لان غارسون نو ماسكولين غنديرو بوتيت لهذا تنقولو بان لادجيكتيف كاليفيكاتيف ساكورد افيك لو نو تيكون على حساب لو نو اللي سابقو الا كان ماسكولين حتى هو تيكون ماسكولين الا كان فيمينا حتى هو تيكون فيمينا هو الوصف هو الصفه اللي تنعطيو راه باين بحال مثلا هي واش نقولوا هي اكلت تفاحه لا هي اكلت التفاحه يعني تيتصرف هذيك الفعل تيتصرف على حساب على حساب الفاعل ديالو بحال مثلا اكلت تفاحه كبيره نقولوا تفاحه كبيرا لا غنصرفوا على حسابها لهذا تنقولوا بان الادجكتيف كاليفيكاتيف تيتناسب مع لو نو كان ماسكولين تنديرو هو لاجيكتيف كاليفيكاتيف ماسكولين كان فيمينا تنديرو لاجيكتيف كاليفيكاتيف فيمينا باغ اكزومبل نون فيمينا في بوتيت في بوتيت في ماشي تنقولو بوتي في بوتيت ماسكول فيمينا وفي ماس فيمينا ف
Pour mettre un adjectif qualificatif au féminin, on ajoute en général un E au masculin. En général, c'est pas un mot. Pour choisir l'adjectif qualificatif, نحوله au féminin, on va ajouter un E au masculin. Ça nous donne E. Mais c'est quelle حالة que j'ai عطيتكم في الدرس اللي سابق ان كاينين حالات تتبدل داك التيرمينيزون ديال لو ماسكولين تيتبدل كامل. Mais parfois le féminin est différent du masculin. بعض المرات le féminin تيكون مختلف اختلاف تام على لو ماسكولين. ما تيكونش تتكون الكلمة كاملة تتغير. Adjectif masculin, gros, algérien, blanc, beau, doux. Adjectif féminin, dialogue, grosse, gros. L'adjectif féminin, dialogue, grosse. Algérien, l'adjectif qualificatif, dialogue, en féminin, ou algérienne. Blanc, l'adjectif qualificatif, dialogue, ou blanche. Beau, l'adjectif qualificatif, dialogue, ou belle. Doux, l'adjectif qualificatif dialo ou douce. L'adjectif est le même au masculin et au féminin. Un garçon migre, une fille migre. Kenin كما قلت لكم قبيله هذه هي سبق لي وقلت لكم ان كاينين دي مو اللي تيساليو ما تتحديهمش واش ماسكولين ولا فيمين تيتحدوا بالتيرمين بالتيرمينيزون ولا تيتحدوا بالارتيكل ديفيني او بيان انديفيني اللي قلتو بحال مثلا قلنا اليف اليف بحال لو ماسكولين بحال لو فيمين ديالها ما تنحدوها الا ان اليف ولا اون اليف باغ اكزومبل هنا عطينا ان غارسون ميغر اون في ميغر بحال 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 ميغر ديال لو غارسون اللي هو ماسكولين بحال ميغر ديال لو فيمينان اللي هي في ان شورت جون اون روب جون بحال شورت بحال جوب كلهم فيهم جون جون وجون ديال المؤنث بحال جات هنا بحال بحال جون ديال المذكر هذا تنحدوها عيب كما قلنا تنحدوها بلي تيرمينيزون ديالو ولا بلارتيكل ديفيني بحال هنا ان اون وهنا ان نتمنى ان هذا الدرس هو يكون مفهوم نعاود لكم الخلاصه ديالو لادجيكتيف كاليفيكاتيف هو الصفه لادجيكتيف كاليفيكاتيف ساكورد افيك لو نو تيكون تيتناسب مع لو نو الا كان لو نو ماسكولين تيكون هو ماسكولين الا كان لو فيمينين هو تيكون فيمينين هذه بسيطة ما تحتاج شي حاجة لادجيكتيف كاليفيكاتيف او فيمينين تنزيدوه اغلبية لا بلوبار دو طون تنزيدوه غير او و تيتحول لنا الفيمينين بارفوا تيكون متغير باغ اكزومبل هنا عطينا واحد الامثلة ديال غرو غروس الجيريان الجيريان بلون بلونش بو بيل دو دوس و بارفوا قالوا لنا ان لادجيكتيف كاليفيكاتيف ما تيتغيرش بحال لو ماسكولين بحال لو فيمينين باغ اكزومبل ميغر 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 بحال فيمينين بحال ماسكولين جون بحال فيمينين بحال ماسكولين يعني ما تغيراتش لينا نهائيا نتمنى ان الدرس يكون مفهوم وتقريبا الى الشيء الا بقيتو تتعاودوا الفيديو تصنتوا ليه وتعاودوا 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 راه ما يمكنش ما غاديش تديو منه حتى شي حاجه الشيء الا ديتو منه غير جوج دروس فهمتوهم مزيان راه استفدتو بزاف ومره اخرى نعاودو عاوتاني نشد جوج راه ما يمكنش راه كل نهار شي الملاحظه لاحظتها من راسي الا تفرجت فواحد لا فيديو تيشرحوا فيه شي درس راه على الاقل تندي واحد المعلومه ولا جوج ما كنتش عارفاهم ما يمكنش غنخرج منه بلا حتى شي حاجه ما يمكنش الا لا كان دماغي فيه شي حاجه عاد راه ممكن راه شي الا شديت غير المعنى ديال واحد الكلمه تنقرا تنتفرج واحد لا فيديو شديت المعنى ديال واحد الكلمه راه ربحت كلمه راه ممكن نهار كامل ما تشدي فيه حتى شي حاجه اللي غادي تفيدك دونك راه ماشي مشكل الا كنتي دير واحد لا فيديو تتصنت ليه وانت ما تشوفش الفيديو كاع غير تتصنت ليه انت تتشقاي ولا انت تدير في شي اشغال ديالك ولا تدير شي حاجه اخرى تتصنت لواحد لا فيديو ضروري ما تدي منه شي حاجه وانا هذه هي الطريقه اللي تندير تنخدم واحد لا فيديو عجبني واحد السيد ولا سيده دير واحد المحتوى شي عجبني تنخدم فيديو ديالو واخا غير مره على شحال تنخدم واحد لا فيديو وتنخليه يدوز داك الفيديو يسالي ونعاودو يسالي ونعاودو اولا تيليشارجي عندي ونبقى نعاودو حتى
تنجي تنلقى راسي كل نهار تنشد منه شي حاجه، كل نهار تنشد منه شي حاجه، في الاخر تنلقى راسي هذاك لا فيديو وليت شاده تنقول شي حاجه مازال ما قالهاش هو تنسبقه وانا نقولها، وهنا شاد الدرس بطريقه سهله ما نبقى شادو راه عاود عاود ولا كتب ولا، تنشدهم ببساطه وتنوطي دوك لي مو تنوطيهم في واحد الوريقه ونلصقهم حدايا في الثلاجه وبيان في البلاصه اللي تنخدم فيها البيرو ديالي ولا اي بلاصه، فين ما دزت راه تنشوف دوك الكلمات، فين ما دزت راه تنشوفهم حتى تنولي صافي عاقل عليهم عن ظهر قلب. نشوفوا الدرس ديالنا الاخر هو لو فيرب اسون سوجي، استسمح واحد 5 دقائق ان شاء الله ونجي نكمل هذا الدرس، سمحوا لي. نكملوا عندنا الدرس ديالنا تقريبا السادس هذا هو بيان السابع، هو لو فيرب اي سون سوجي. لو سوجي دان فيرب انديك كيل في لاكسيون دو لا فراز. لو سوجي هو داك الشخص اللي تيدير واحد الفعل، لو سوجي هو الشخص اللي تيدير واحد لو في، سي انديك كي في لاكسيون دو لا فراز، شكون تيدير هذيك لاكسيون. Il commande le verbe. Si le sujet change, le verbe change aussi. Il a changé le sujet, c'est le verbe qui a changé. Ali brosse ses dents. Ali brosse ses dents. Le sujet, je connais. Ali brosse ou le verbe, ses dents ou le complément. Les enfants. La la, tu as dit que tu as Ali. بدلنا لو سوجي علي بلي زونفون، لي زونفون الاطفال هنايا عندنا بلوغيال، لي زونفون بروس لور دونت. لا لاحظتوا هنا لو سوجي عندنا ولا عندنا بلوغيال. بور تروفي لو سوجي دان فيرب اون بوز لا كيسيون كي اسكي. وباش نحدو لو سوجي ديال واحد لو فيرب، باش نحدو واحد عندنا واحد الجمله وبغينا نحدو لو سوجي ديالها، ساهله وسهله. هاد الدرس كامل غنلخصو لكم في سؤال واحد، غادي طرح سؤال شكون تيدير سيكي. استسمح غنعاود هاد الدرس لانه انقطع عندي. عندنا لو فيرب اي سون سوجي، لو فيرب اي سون سوجي. لو سوجي دان فيرب انديكي في لاكسيون دو لا فراز، هو الشخص اللي تيدير لنا هذاك لاكسيون. اي كوموند لو فيرب سي لو سوجي شونج لو فيرب شونج اوسي. الا كان لو سوجي تيتغير حتى لو فيرب تيتغير. باغ اكزومبل هنا علي بغوس ses dents, les enfants brossent leurs dents. Ali غيرناها بليز اونفون، دونك تغير عندنا حتى لو فيرب بروس، ولا عندنا بروس ب او ان تي. بروس ما كانت عندنا في المفرد ديال علي، هنا ولات عندنا في الجمع. il les enfants brossent leurs dents. pour trouver le sujet d'un verbe on pose la question qu'est-ce qui. باش نجاوبو باش نعرفو لو سوجي ديال واحد الجمله، تنطرحو السؤال كيسكي شكون. دائما وبكل بساطه عندنا واحد الجمله وبغينا نعرفو لو سوجي ديالها، تنقولو بحال مثلا هنايا عندنا علي بروسي دونت. كيسكي بروسي دونت؟ كيسكي بروسي دونت؟ علي بروسي دونك، دونك علي هو لو سوجي. كيسكي بروسي دونت؟ On reconnaît le sujet grâce à la réponse. تنعرفوا لو سوجي من تنجاوبوا. سي علي كي بروس سي دونت. دونك علي هو سي علي كي بروس سي دونت. دونك علي هو لو سوجي. On se sent qui? Ce sont les enfants qui brossent les dents. Ce sont les enfants qui brossent ses dents. يعني les enfants. نلخص لكم هاد الدرس عاوتاني، نعاود نلخصو. Le verbe et son sujet. Le verbe et son sujet. Le sujet est réel, le verbe est réel. Le sujet est le moufrad. Le verbe est le moufrad. Quel est le sujet est le jamais? Le verbe est le jamais. Le sujet est le chercheur qui a fait l'action.
وباش نحدد لو سوجي ديال واحد الجملة تنطرحوا السؤال كيسكي كيسكي، ولا بغينا نجاوبوا عليه تنجاوبوا عليه بسي سي لانكي. باغ اكزومبل علي بغوس سي دونت، كيسكي بغوس سي دونت. لا بغينا نعرفوا لو سوجي تنجاوبوا على السؤال سي علي كي بغوس سي دونت، دونك علي هو لو سوجي. باغ اكزومبل في الجمع les enfants brossent leurs dents. غنطرحوا السؤال كيسكي بروس سي دونت، سو سون لي زونفون كي بروس لي دونت، دونك لي زونفون هو لو سوجي. نتمنى ان الدرس يكون مفهوم. اون جينيرال واحد الجمله عندي تنطرح سؤال شكون اللي دار هذا الفعل، و اوتوماتيكمون غيجيني اكل الولد الموزه، من اكل الموزه؟ اكل الولد الموزه، دونك الولد هو الفاعل، هو لو سوجي. لو سوجي بالعربيه هو الفاعل. تنتمنى انه يكون واضح. نشوفوا الدرس الاخر اللي عندنا تقريبا، باقي عندنا درس ديال لا بونكتياسيون، باقي عندنا شي دروس هنايا لا فراز افيرماتيف. غنديروا الدرس هذا حتى هو مهم، وابخي غنكمل لكم دروس اخرين ان شاء الله. الدرس ديال دابا هو la ponctuation de la phrase, le point et la virgule. Le point et la virgule. La ponctuation, on a fait gérer le point et la virgule. On a dit que c'est un point d'interrogation, un point d'interrogation, un point d'exclamation, un point d'exclamation, un point d'exclamation, un point راه بين فيها علامه تعجب، راه هذيك علامه تعجب حتى هي تدخل في لا بونكتياسيون دو لا فراز. هادو جوج ما درناهمش، غنديرهم دابا. اون ميت دي فيرغول اونتر لي مو دي ليست او اونتر دي غروب دو مو دون لا فراز. كون اون لي اوت فوا اون ساريت ان بو، بارفو اون ليف اوسي ان بو لا فوا بور مونتري كو لا فراز اي كونتيني. استسمح واحد جوج دقائق نجيب واحد المقرر فيه واحد اللعيبه هنا غادي تفهموها مزيان. سمح غادي نحطو هاد المقرر بدل هذا. هاهي لا بونكتياسيون لو بوين اي لا فيغول. غنقراو هاد، غنحاولو نخدمو على هاد البروغرام هذا، فهو تقريبا هو نفسو اللي تنخدم به. هنايا غادي تفهمو كتر. افون دو كومونسي فيني سات فراز اينوم تو لي جون دو فامي، بير مير لي زونفون غران بارون اونكل. Dans une famille, il y a un père, une facela, une mère, facela, grands-parents, facela, des oncles, facela, et des tantes. Là, comme on a dit, c'est que le facela est en dire. Je te dis, tu ne sais pas, entre ou la liste. Tu ne sais pas la liste ou la liste, dit la haïla. Je ne sais pas, fait la liste. استعملنا فيها لا فيغول. دونك هي فاش هنايا قلنا اون ميت دي فيغول اونتر دي مو دون ليست. باغ اكزومبل في هذه الحاله هذه ما بين واحد لا ليست، عندنا واحد لا ليست بحال مثلا من غير هذه. غنعطيكم واحد المثال اخر، احب اللون البني والاحمر والاصفر. اونتر ما بين هذيك الاحمر والاصفر فهاد لا ليست هادي تندير دي فيغول، تندير بيناتهم فاصله. هذيك لا فيغول هي تتسمى لا بونكتياسيون. امتى تنديروها؟ تتكون ما بين واحد لا ليست، كلمات ديال واحد لا ليست. اون مي دي فيغول اونتر لي مو دون ليست او اونتر دي غروب دي مو
dans une phrase. Quand on lit à haute voix, ou fait de l'hala, fait qu'on nous nahdrou bouhad, on s'arrête un peu, on nhibsou bouhad chouya. Parfois, on lève aussi un peu la voix pour montrer que la phrase continue. Hadi la virgule, le point. Termine la phrase. Le point, c'est ce qu'on t'aime à la phrase. Quand on lit à haute voix, mais si on nous nahdrou bouhad, on s'arrête nettement. Le point, c'est une hibsou marra wahda. La virgule, c'est un morceau de sauce. Walakin, le point, c'est une hibsou nettement. Et on discute la voix. C'est une hibsou saoudienne. Après un point, min ba'd la point, le premier mot commence par un majuscule. Mais si ce qu'on a un point, le nom, li min mouraha, daimen, si qu'on a un majuscule. On a un mitel hnaya pour un tamrin. Ou un autre tamrin hnaya. نتمنى انه يكون تيبان مزيان هاو اونتور لي فيرغول اي لي بوين دون سو تيكست سوليني لا لتر دو بروميير مو بينوكيو دون ان بيتيت فيلاج ديتالي ان هنا لاحظتوا ان هنا واحد الفاصله ان فيو مسيو فاصله غي بوتو فابريك دي موبل فاصله دي زوبجي اون بوا بوين لاحظتوا هاي بوان ان هنايا ان من موراها ان ماجيسكول ان جور ايل فابريك اون ماريونيت دو بوتي غارسون بوان لاحظتوا هي عندنا ان بوان عندنا ايل ماجيسكول ايل ابل بينوكيو هنا عطاونا واحد التمرين قالوا لنا غنحطوا هنايا كومبليتي افيك لي بوان اي لي فيرغول اي دي توا دي ماجيسكيل هنايا عطاونا هما اصلا المساعده قال لنا كمل بلي بوين او لو فيرغول نمحيوهم حنا باش نكمل بلي بوين او لو فيرغول بالاستعانه بالماجيسكيل حنا ملي عطاونا لي ماجيسكيل دونك راه جينا سهله اش قلنا قلنا ان دائما من مورا لا ماجيسكيل من مورا لو بوين راه تكون ماجيسكيل غنجيو للنص غنشوفو فين ما بانت لينا ان الكلمه التاليه اللي من موراه باديه بماجيسكول دونك راه هذيك كتكون بوان بحال باغ اكزومبل هنايا اون في لا في بلو هنا باينه هنا بحال لا ليست فيرغول فيرغول دون لا في بينوكيو بوان علاش درت بوان هنا حيت عندنا سي ماجيسكول ما يمكنش تكون فاصله بوان سي سي تي ان بوتي غارسون جونتي فيرغول فيرغول انتيليجون فيرغول هنا تنعطيو تنوصفو فواحد الشخص جميل طيب يعني واحد لا ليست ديال المواصفات ديالو دونك غادي تكون فيهم فيرغول كي ام غيبيتو هنا عندنا بي بينوكيو دونك عندنا بي ماجيسكول دونك هنا غتكون بوين فا اليكول عندنا ان ماجيسكول دونك هنا بوين ان جور فيرغول Il raconte du mauvais garçon. Point. Anna L majuscule. Ils disent à Pinocchio, ne va pas à l'école. Anna V minuscule. Donc, Anna N'a pas là. Viens jouer avec nous. La charade est immédiatement un point. Tentez-moi Anna Hadar, c'est quoi le La ponctuation, le point et le virgule. Le point, le point, le point, le nom, le nom, le majuscule. C'est le majuscule, c'est le mot majuscule, donc c'est le point. C'est le minuscule, c'est le virgule. C'est là. La ponctuation, c'est le jour là. ما غيمكنش يعطيوني واحد النص ويعطيوني فيه ندير علامه استفهام ولا حيت اش تكون صعيبه شويه تيعطيونا في لا بونكتياسيون نديرو لو بوين او بيان لا فيرغول حيت اش هما اللي ممكن اننا نديروهم بلا ما نكونوا عارفين واش بغينا نطرحوا سؤال ولا بغينا نعطيو معلومه تنتمنى ان هاد الدرس هو يكون مفهوم ونكون فدتكم به ونشوفوا الدرس الجاي ان شاء الله شنو هو الدرس اللي غنديرو دابا اللي فتناه قبيله ولكن ضروري خصنا نديرو لانه صراحه كان عليا نديرو هو الاول عاد باش ندير لكم لاكور ديال لاديكتيف مع لو فيغ باش تعرفوا بعدا اشنا هو لاديكتيف كاليفيكاتيف غنشرحوه بعجاله لاديكتيف كاليفيكاتيف لاديكتيف كاليفيكاتيف
est un mot qui donne des précisions sur un nom, une personne, un animal ou un objet. L'adjectif qualificatif هو اللي تيحدد لينا واحد لو نون تيعطينا دي بريسيزيون عليه تي يميزو لينا بحال الصفه ديالو. L'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. بعض المرات يكون قبل وبعض المرات يكون من بعد. Un petit village agréable. بحال مثلا هاد الجملة فيها جوج ديال l'adjectif qualificatif petit و agréable. كلهم صفات. يعني ممكن يكون عندنا avant ou bien après le nom. نعطيو ندير واحد التمرين منها غادي نفهمو. Entour. Les ou les adjectifs qualificatifs que précise chaque nom souligné. J'habite dans un petit village. Hnaya, petit. Huwa l'adjectif qualificatif. Petit village. Huwa masculin. Hnaya, j'adna un. Jumla tanya. Mon père cultive un grand terrain. Un grand terrain. Grand. Huwa l'adjectif qualificatif. Uta huwa masculin. Je joue avec ma jeune sœur. Je me cache derrière un large palmier. Je me cache derrière un large palmier. Large. Il y a l'adjectif qualificatif. Le gros chien noir refilie mes pieds. L'alahto. Hnaya kaynin jouj. Wahed après, wahed avant. Gros ou noir. هادو بجوج ديال الادجكتيف جا واحد قبل وواحد بعد. هنا التمرين الثاني. غولي لي زيتيكيت بور فورمي دي غروب دو 3 مو. كولوري لي زيتيكيت كي كونتيان ان ادجكتيف كاليفيكاتيف. لي تيكيت اللي فيهم ادجكتيف كاليفيكاتيف خاصنا لونوهم. فيي une vieille. هنا عندنا féminin donc غنديرو une حيت une هي ديال féminin. Une vieille. عندنا مؤنث donc خاصنا نقلبو حتى هنا مؤنث. Une vieille étable. Un فهو المذكر المفرد. غنقلبو هنا على un burger دونك حتى في الوصف غنقلبو على مفرد حيت لاجيكتيف و لو نون تيكونوا بحال لا كان هذاك ماسكولان حتى هو تيكون ماسكولان كان فيمينا تيكون فيمينا. عندنا هنا ماسكولان دونك غنقلبو على اوغو. عندنا ان عندنا هنايا دي نديرو دي باش تبان دي ميزون دي ميزون دي ميزون أنسيان جمع. عندنا اس 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 جمع. هنا وقع واحد الخلط. عندنا ايطابل تتسالي ب او وعندنا اوغ تتسالي ب اكس جمع. تا هي جمع. اون فيي اوغ. هنا مذكر حيت شكون كانت مؤنث غتكون heureuse. Donc, صحيح. Un burger heureux. Complétez le texte avec les adjectifs qualificatifs suivants. Noir, longue, pointu, court, longue. À cause de ces poil, cette jeune chèvre semble avoir deux pattes sur sa tête. On peut voir deux cornes. Pour هنا دو كورت
كورت، لأن عندنا اس اس كورت بات. سور سا تيت نوار نوار. ان بوفوار دو لونغ كورن longue, longue, courne, c'est longue, c'est longue, poil, corne, longue, noir, deux. Corne pointu, pointu. نتمنى ان هذا الدرس يكون مفهوم. بغيت عين من نعرفكم على اشنا هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، لهذا درسو في الاخر لاني قبيله قلت لكم من بعد، ولكن هو ضروري تعرفوه قبل ما تعرفوا لاكور ديال كيفاش تنميزو، ما بين ان خصو يكون بحاله بحال لو نون. هذا كان هذاك ماسكولان تاع لو نو ماسكولان، لاجيكتيف كاليفيكاتيف تيكون ماسكولان، الا كان لاجيكتيف كاليفيكاتيف فيمينا تا هو تيكون فيمينا. تنتمنى ان الدرس يكون مفهوم، وتنظن انه سهل، ما فيش شي حاجه، راه اون فوا تقراو اي جو روتيان غادي تفهموه، ما يحتاج شي حاجه. نشوفوا تقريبا باقي لنا شي درس واحد. الدرس اللي بقى لينا واللي هو الاخر في لا غرامير هو الدرس ديال la phrase affirmative ولا phrase négative. Une phrase peut être affirmative ou négative. La phrase négative comporte une négation. La phrase négative, c'est ce qu'on fait une négation. Tu confies un nafi. تقريبا عندي هنا واحد لا ديفينيسيون ديالها، الشرح بسيط عليها نوريه لكم وابخي نكملو. La phrase négative. La négation est composée de deux mots qui encadrent le verbe. La phrase négative, c'est que tu as une phrase de la négation, tu as avant, après, tu as le verbe, ne pas, ne mange pas, ne mange jamais, ne regarde plus, ne mange rien. قاعد ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. هادو هما ادوات اللي تستعملو في النفي. Par exemple, il ne fait pas beau ce matin. Le verbe دائما تيجي بين ne veut pas. كما قلت لكم la négation compose de deux mots qui encadrent le verbe. Encadre le verbe, c'est-à-dire ليه واحد لو كادر. تيجي le verbe بيناتهم. Beau ce matin. Je n'aime ni les navettes, ni les épinards. Ni تاهي تعتبر أداة نفي. نرجعو دابا للدرس ديالنا. La négation la plus utilisée est ne pas. La plus utilisée est ne pas. في la négation دائما أغلبية تنستعملو ne pas، ما تنستعملوش الآخرين، ولكن إلا شفتوهم تعتبروهم أنت هما أدوات النفي. One n'a pas de frère. One et Wang ne parle pas anglais. Ne pas. La phrase affirmative ne comporte pas de négation. La phrase affirmative, mais quand je fais la négation, c'est ce qu'on joue la dire. Me fiche, ne fiche. Me fiche, ne pas. Mon copain Wang a une sœur. Elle s'appelle Wang. Wang et Wang parlent français. Les phrases affirmatives et négatives peuvent être passé, présent ou futur. Il me connaît dans sa forme le présent, le passé ou le futur. Elle accepte le cas. J'ai rencontré Wang et Wang l'année dernière à Paris. Ils sont très sympathiques. Demain, je leur téléphonerai. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. La lahto, la peine et les phrases affirmatives ou négatives. Ben, négative, voilà tout ce qu'on fait à la négation, tout ce qu'on fait à neuf, tout ce qu'on fait à ne pas, ne rien, ne plus. Ou la phrase affirmative, mais c'est ce qu'on fait à neuf. Hier, on a comme mitel fait le jeu de volhetta. Hier, je suis allée au cinéma. Hier, je ne suis pas allée au cinéma. La lahto hnaya f affirmatif. Jumla adiya je suis allée au cinéma. Walakin fash nfayta ne je ne suis pas. La lahto je ne suis pas allée au cinéma.
لو فيرب جا ما بين نو او با. لهذا قلت لكم ان في لا فراز نيجاتيف لو فيرب تيجي ما بين نو او با. هاد لي دو مو هادو تي انكادريو لينا لو فيرب. Aujourd'hui il fait bon. Aujourd'hui il ne fait pas bon. تنتمنى ان الدرس يكون مفهوم وتنتمنى منكم الدعم ديالي والى لقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وغادي نحاول انني ندير كل درس بوحدو وان شاء الله غندير لكم واحد السلسله متكامله فيها تمارين في الاخر ديال كل درس. نعطيكم تمارين واللي خرجهم ممكن يرسلهم ليا في الخاص ونخدمهم معاه ان شاء الله. وغادي ندير عاوتاني سلسله ديال لا كونجيغيزون وعاد نمشيو دقه بدقه ان شاء الله حتى كل شيء واللي كما تنقولوا ياكل الفرنسي. يلا نتمنى لكم التوفيق وحظ سعيد للجميع. وما تنساونيش بالاشتراك في القناه ديالي الا بانت لكم انها تستحق. الا بانت لكم انها ما تستحقش فبلا ما ديروا فيها الاشتراك. والى اللقاء. اسمحوا لي على الازعاج ديال بنتي الصغيره ما لقيتش كيفاش ندير. يلا الى اللقاء.